أحبائي خليني أخذ مكالمة في البداية، مكالمة من جون من البحرين. أهلا وسهلا أخ جون، أنت معنا على الهواء. سلام المسيح أبونا، سلام المسيح معك، أهلا وسهلا. أنا كتير فرحان أني بحكي معك، وأنا بوصل لك سلام دايما مع طاقم البرنامج. حبيبي ربنا يباركك، شكرا كتير يا أخ جون. طبعا أبونا أنا بدي أحكي أحد المواقف اللي كانت صارت معي، والرب يسوع يعني كان بعد صلاة، يعني كان في حل لشيء جذري. أنا باختصار حأحكي، في تفاصيل كتير بس قدر الإمكان حأحكي باختصار، وفي أشياء حرجة بس حجازف وأحكي عشان أتعم الفائدة. تفضل. في أحد الفترات كنت أنا ساكن مع شخص بيظهر عليه علامات التدين يعني والصلاح، طبعا هو مسلم كان، فأنا شاركته في السكن. بعد فترة بسيطة بعد ما دفعت له المال يعني وهيك، اكتشفت إن الشخص هذا بيتعاطى مادة مخدرة كيماوية، فكان بيصير له أشياء واضطرابات وهيك، وصار فعليا مشاكل يعني. أنا خفت على نفسي، فأنا مضطر إنه أغادر السلام على لي يعني لنفسي وحماية من هال يعني إنه يصير لي إشي مع شخص متعاطي ممكن يفقد وعيه. في الليلة اللي أنا كنت مقرر إنه آخر ليلة اللي تكون، صليت للرب يسوع قلت له يا رب أنا بكرة حطلع، أنا بدي يعني، وما كان معي متوفر مال كفاية، قلت له يا رب أنا بكرة حطلع وبدي إياك تطلعني من هالمشكلة، وبدي أجد مكان يقويني بس لما أكمل الشهر الأخير يعني. وفعلا أنا بعد ما صليت حسيت براحة أو طمأنينة، ما يعني أنا في مصيبة بس أنا طمنت، نمت فوق يعني فوق 6 ساعات 9 ساعات نمت، قمت حزمت أغراضي ومشيت. وفي آخر النهار قابلت شخص أنا بعرفه، كان عنده كوفي شوب وللأسف كان مسكره يعني، شافني وحكى معي يعني ودخلنا في الموضوع، فتفاجأ باللي أنا بقول له إياه. فقال لي أنا حسافر أرجع للسعودية أخلص شغل، وأنت خد هاي مفتاح الشقة تبعت السكن الخاص في الكوفي شوب ونام فيها. فكان جنون يعني، أنا يا رب يعني شكرا يعني. أنا كنت في على حافة الهاوية الليلة اللي قبلها، وأنا بنام في الليلة الثانية يعني بأمان وبعيد عن، فهاي أحد المواقف اللي صارت لي واللي رسخت أساساً إنه يسوع رب ومخلص إلي وحامي وميسر كتير أشياء. حلو. كان شيء من المعجزة يعني، أنا بكيت في الليلة اللي أنا اللي سكنت فيها وما نمت منيح مني، فرحان كنت. نعمة الرب هاي يعني جزء من القصة اللي صارت معي. طيب كتير منيح يا أخ جون، ربنا يباركك حبيبي، ربنا يحميك، وربنا يعطيك الفرص انك دايما تشهد عنه بكم صنع بك الرب ورحمك. شكرا كتير كتير يا أخ جون، ربنا يكون معك حبيبي.